اخوتي المغاربه، السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه ياسين دايلي. ملعب مراكش الكبير هو ايضا غادي يعرف مجموعه من الاصلاحات واعاده التاهيل استعدادا للاستحقاقات الرياضيه للمغرب مقبل على احتضانها، وكيبقى اهمها بطوله كاس افريقيا 2025، ثم بعد ذلك بطولة كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال. الملعب ديال مراكش الكبير اللي كيعرف الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة لأسباب عدة، أهمها طريقة التصميم ديال الملعب والمرافق ديالو اللي أثارت الكثير من الكلام، خصوصا حلبة السباق وزوايا الرؤية داخل الملعب. المسؤولين المغاربة قالوا انه الاجراءات ديال الاصلاح والتطوير غادة تهتم بهذه المسائل، وغادة تهتم بالنقاط ديال الضعف في الملعب اللي سبق لجان الفيفا هضروا عليها، واهمها بشكل خاص زوايا الرؤية والمدرجات داخل الملعب. ملعب مراكش الكبير اللي كتقول شركة سونارجيس المغربية اللي شرفت على البناء ديالو وتدشينه سنة 2011، انه السعة ديال المقاعد ديالو كتجاوز 42 ألف مقعد. من المحتمل انه بعد الاصلاحات واضافة المدرجات وازالة حلبة السباق انه سعة المقاعد ديالو تولي كتجاوز 68 ألف متفرج، وهذا طبعا من اجل تأهيل الملعب انه يكون ملعب اساسي لمباريات كأس العالم في سنة 2030. ولكن السؤال اللي كيبقى يراود اذهان المغاربة هو كيفاش غدا تتم عملية الاصلاح، وكيفاش غدا يتم تطوير الملعب واضافة مدرجات خصوصا في الجهة الشمالية والجهة الجنوبية، إضافة إلى تغطية الملعب، وهل غادي يبقى الملعب محافظ على الشكل المستطيل ديالو. ولكن في ظل غياب أي تصريحات رسمية من شركة سونارجيس المسؤولة أو بعض المسؤولين المغاربة، فكيبقى الأهم بالنسبة للمتابع المغربي هو زيادة عدد مقاعد الملعب، وأيضا تحسين زوايا الرؤية وإزالة مضمار السباق، لأنه هذا مضمار السباق كيحتل واحد المساحة كبيرة داخل الملعب. ولحد الآن تم فعلا إزالة الكراسي بالمدرجات، وكتقول بعض التصريحات أنه بداية الأشغال غدا تكون مع ما تم سنة 2023. مدة الأشغال غدا تتراوح بين 8 شهور وعام استعدادا لكأس إفريقيا 2025. فنتمنوا انه هاد الاصلاحات تنول الرضا ديال المتابع المغربي اللي ما بقاش كيرضى انه الملاعب في المغرب تكون دائما على النمط الكلاسيكي. ونشوفكم على خير.